موقفنا الواضح هو هذا، نريد أن نرى عملية قيادة للأمم المتحدة تؤدي إلى اتفاق مقبول لجميع الأطراف ويؤدي إلى السلام والاستقرار، وهذا هو الأفضل للمنطقة، وهذا ما سنضع وقتنا وطاقاتنا وجهدنا فيه. نريد أن نرى اسم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، وأن نساعد ذلك الشخص على الحصول على عمله في أسرع وقت ممكن بكل دعمنا وكذلك شركائنا وحلفائنا بما في ذلك الجزائر.